ما سموش القصه دي، لكن في احمد ناجي موجود وكابتن هاني رمزي بنبارك لهم على. طب بارك له على الهوا. مبروك كابتن هاني، مساء الفل، تحياتي ليك وتحيات كابتن ماهر وكابتن اسامه عربي، الف مبروك. الله يخليك كابتن سيد، تحياتي لكابتن ماهر وكابتن اسامه، ويا رب ان شاء الله يعني الواحد يكون المرحله الجايه مرحله ان شاء الله يكون فيها نجاحات للكره المصريه بشكل عام ان شاء الله. طيب كابتن هاني، يمكن مش عايز اقول المرحله اللي فاتت كانت لا قدر الله مش ناجحه ولا حاجه، كاس عالم ونهائي ابطال او الامم الافريقيه اللي جاي، الناس مستنيه كتير جدا، لما يكون في عقليه احترافيه بشكل كبير جدا على المستوى المهني، عارف كويس قوي الشغل المطلوب منه، عارف كويس قوي المرحله اللي فيها المنتخب، عارف كويس قوي النجوم اللي معاه، ايه اللي ممكن يقولوا ليهم، ايه اللي ممكن النصايح ليهم، في امال كبيره جدا، وخصوصا على المدرب العام اللي هو المصري اللي ملم اكتر بالكره المصريه وعقليه ونفسيات ودوافع اللاعب المصري. كابتن عليك مسؤوليه كبيره جدا يا كابتن. طبعا ما فيش شك طبعا يا كابتن سيد، زي ما بقول لك من كلامك ان طبعا المرحله اللي فاتت ما نقدرش نقول فيها اخفاقات، يعني الوصول للنهائي بطوله افريقيا، الوصول لكاس العالم ده في حد ذاته كان انجاز، ولكن يعني كلنا عارفين ما كان يعيب الفتره اللي فاتت ان هو اداء المنتخب خاصه في كاس العالم ما كانش على المستوى المطلوب. اكيد المسؤوليه كبيره طبعا، احنا اي انجازات مش هنوصل للنقطه لنهائي كاس افريقيا او ما نوصلش كاس عالم، ده هيعتبر اخفاق، وبالتالي المسؤوليه كبيره. خلينا نقسم الموضوع ان الفتره الجايه فتره ضيقه جدا بالنسبه لمستر اجيري، في الفتره اللي جايه عندنا مباراه 9 خلاص ناقص عليها بعض اسابيع، فانا على يعني اول ما اسم ترشح في ان انا اكون متواجد في الجهاز الفني، يعني حضرت كده فايل صغير في اداء اللاعبين في كاس العالم حتى الاسبوعين او الثلاث كل المباريات اللي اتقدمت في الدوري، عملت زي احصائيه كده بقدمها للراجل ان شاء الله لما اقابله، على اساس ان هو فترته صغيره جدا. انا في وجهه نظري المنتخب لازم يكون فيه شويه احلال وتجديد، ما فيش شك لازم يخش عناصر شابه شويه في المنتخب المصري، عامل السن بدا يعلى شويه في بعض المراكز، في مراكز كنا بنعاني منها في المنتخب لازم تتحط بشكل كويس، وندفع بأولاد صغيرين على اساس ان هم ده الجيل بتبص ل 22، هو ده الجيل اللي هيلعب كاس العالم 22، فكل دي الامور اعتقد انا هشرحها للراجل بكل امانه، وانا ليا لقاء معاه بكره ان شاء الله، وهنبدا على طول شغلنا من بكره يعني. طب بكره على طول يعني هتلحق تحضر بعض الحاجات ولا هتتكلموا في خطوط عريضه بس يا كابتن هاني؟ لا انا محضر اوريدي، انا بقول لك كابتن سيد من اول ما تم ترشيحي او اسمي اتعرض انا قلت برضو لو في نصيب. يا معلش انا هاخد بس هقطعك في الحته دي، انت عايز تقول لي ان انت اول ما حسيت ان ممكن يبقى الاسم موجود بدات تتحضر على طول؟ انا عملت فايل كامل بالنسبه للاداء التحليلي، كان في شركه انا بتعامل معاها شركه كورة ستات دي كنت بشتغل معاها في متشكرين جدا يا كابتن هاني والله. نعم متشكرين جدا، اسم على طول كده. لا معلش انا اسف، متشكرين يا كابتن، اتفضل. تحليل اداء للاعبين، عملت فايل كده للاعبين وعملت خلال كل المباريات الدوري، ومحدش خد باله، عارف الراجل طبعا وقت صغير كان ان شاء الله كل التقرير ده هيتقدم له على اساس اعرفه بسرعه جدا على اللاعب المصري والاسبوعين اللي فاتوا من الدوري المصري مين ابرز اللاعب اللي ظهرت فيها، عشان يبدا يعني ما يبداش في الصفر، يبقى فيه قدامه حاجه يقدر يبص عليها يعني. على العموم انا بثق فيك جدا على المستوى الشخصي، وعارف كويس قوي ان انت شخص الى حد كبير جدا مهني جدا، الاحترافيه عليك غالبه في كل الاوقات، كل التوفيق ليك، وبحملك برضو مسؤوليه كبيره جدا. وسيبك من الكلام بقى ويقول لك اعلانات فتة واعلانات ما اعرفش مين وبيسمع كلام ايه وما بيسمعش كلام ايه، لكن انت ممكن تقول له طبيعه الشعب المصري كمان يا كابتن هاني، ده مهم جدا. لا طبعا احنا عارفين طبعا زي ما انت بتقول يا كابتن، الواحد بيشتغل يعني بمنظور احترافي شويه بعيد عن الالوان وبعيد عن الانتماءات بشكل كبير جدا، لكن زي ما بقول لك مرحله جايه اكيد مرحله صعبه هيكون فيها شكل مختلف ان شاء الله للمنتخب، في عناصر صغيره لازم تشارك، متوسط الاعمار لازم ينزل شويه، كل الامور دي ان شاء الله هتكلم فيها مع الراجل بالنسبه للمرحله الجايه ان شاء الله. كل التوفيق يا كابتن هاني، عندي ثقه في حضرتك مره ثانيه، ومتاكد ان شاء الله الرحمن بالنجاح باذن الله يكون حليفكم باذن الله. شكر جدا ابو كباتن، شكر جدا ابو كباتن، اتفضل كمل يا كابتن. فعايز اقول لك ان طبعا احمد مجاهد اعلانه